السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد محمد علي من قناة أحمد تكنولوجي. النهاردة مش هعمل مقارنات، بس هعمل مراجعة عن تليفون شاومي، ولكن من سلسلة جديدة. هعمل مراجعة عن موبايل جبار وهو شاومي بوكو فون اف 1، وهو اسم سلسلة جديدة تابعة لشاومي. يأتي شاومي بوكو فون بمعالج سناب دراجون 845 بمعمارية 10 نانو، وهو أفضل معالج حتى الآن، وهو نفس المعالج الموجود في سامسونج نوت 9 الجديد مع معالج رسوم أدرينو 630. الشاشة، يأتي الهاتف بشاشة 6.1 بوصة بدقة فول اتش دي بلس بنوع اي بي اس ال سي دي، والشاشة بانوتش. هتستحوذ الشاشة على 2.8 من جسم الموبايل. تصميم الموبايل، يأتي ظهر هاتف بوكو فون من البلاستيك القوي، وهو أقوى من أوبو اف 7 وأوبو اف 9 الجديد. الكاميرا الخلفية، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر سوني، فالكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.9، والكاميرا الثانية 5 ميجا بكسل بفتحة f2.2 مع دعم فيديوهات 4K. الكاميرا الأمامية، يأتي موبايل شاومي بكاميرا أمامية بجودة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. البطارية، يأتي الهاتف ببطارية لساعتها 4000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع كويك تشارج 3.5 عن طريق منفذ USB Type-C. وسائل الحماية، يأتي الهاتف ببصمة في زر الموبايل، ويوجد أيضا خاصية Face Unlock، وهي خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه مع وجود مستشعر IR للتعرف على الوجه في الظلام. نظام التشغيل، يأتي الهاتف بأندرويد أوريو 8.1 مع واجهة شاومي الممتاز. مساحة التخزين والرام، يأتي الهاتف بنسخة 64 جيجا أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام، ويدعم تركيب كارت ميموري مكان الشريحة الثانية. الإضافات، يأتي الهاتف مع منفذ سماعات 3.5 ملي، ويأتي أيضا بسماعات ستيريو سبيك. أعلن شاومي مصر عن قدوم الموبايل قريبا في السوق المصري، والسعر المتوقع من 6000 جنيه إلى 6500 جنيه. الرأي النهائي، فلو عايزين تشتروا موبايل فانصحكم بالانتظار شاومي او بوكو فون اف 1، لانها هتبقى اقوى معالج وشاشه رائعه وبطاريه ساعتها كبير مع شحن سريع وكاميرا اماميه وخلفيه جيده وبسعر الفئه المتوسطه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا اللايك وزر الاشتراك، وتكتبوا لي في التعليقات اعمل مقارنات او مراجعات بين تليفونات ايه. كان معكم احمد محمد علي من قناه احمد تكنولوجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.